السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم معايا في برنامجكم صباح الحياة كل أسبوع في نفس هذا التوقيت على قناة الصحة والجمال. هدخل على طول في أول فقرة تهمكم عشان مليون حد كلمني عن إزاي نعالج، اللي هي طبعا فقرة صحتنا في معلومة، إزاي نتعامل بطرق طبيعية مع الإمساك المزمن. يا جماعة الإمساك المزمن ليه أسباب. الناس اللي بتحب الجبنة بتحب مشتقات الألبان، ده من الحاجات اللي بيجيب إمساك. طيب قلة المية، تمام، اللحوم من ضمن الحاجات اللي بيجيب إمساك. عدم الرغبة في دخول الحمام لما بتيجي الرغبة للحمام، اللي هو يعني التواليت، انه لا الشخص بيتجنب هذه الرغبة او الحاجة فبيبتدي يحصل إمساك، يعني والإمساك ده بينتج عنه سموم داخل الجسم. الإمساك سبب من أسباب حدوث الجيوب الأنفية، سبب من حدوث الاكتئاب. كل ما الشخص عنده إمساك كل ما هنربط بكذا حاجة عضوية ونفسية، الاكتئاب زي ما احنا قلنا، تاني حاجة الجيوب الأنفية، تالت حاجة مشاكل همدان في الجسم، سموم موجودة في جسم حضرتك ما بتطلعش. طيب النتيجة هتكون طبيعية، إنه هيحصل من الإمساك حاجات مش مظبوطة ومن ضمنها مشاكل النظر. طيب هنتكلم بسرعة عن الطرق الطبيعيه. احنا ما بنتكلمش في ادويه ولا نحب نتكلم في ادويه، احنا بنتكلم بالحاجات اللي ربنا خلقها من الطبيعه. اول حاجه هنستخدمها التين اللي هو البرشومي الطازه، او التين البرشومي اللي بيتحط فيه زيت الزيتون. ربنا ادى العلاج في القران وقال وتيني والزيتون. لما جم العلماء بحثوا تكون الاثنين مع بعض وتجميعهم اثبتت النتائج وبالدليل القطعي ان دي من الحاجات اللي بتضيع الامساك المزمن. تاني حاجه النعناع، النعناع وزيت النعناع من الحاجات اللي بتسرع عمليات او بتنشط تحديدا الجهاز الهضمي، وخصوصا لو احنا جبنا نقطتين ثلاثه زيت نعناع حطيناهم على ميه مغليه او ميه دافيه بعد ما بتتغلي وتشرب. وادعوا لي بقى يا جماعه هنفوق الجهاز الهضمي كده، تحس ان في نشاط وحيويه في الجهاز الهضمي، تحس انك مرتاح ككل. طيب الحاجة اللي احنا بنتكلم فيها من ضمن الحاجات، ناس تقول لك الياف الياف كل الياف. طيب في ناس معينة لو كلت الياف زي الكرنب زي البروكلي زي الارنبيط هتتعب جدا. يا جماعة مش الالياف المقصود بيها التقيلة دي، لا الالياف التانية، خاص البقدونس الحاجات الظريفة دي والنعناع زي ما احنا لسه قايلين، ناخد الياف بسيطة تقدر تتهضم وما تتعبناش. يبقى البقدونس من الحاجات الجميلة جدا والخاص، بلاش الكرنب لان في ناس بتتعب منه، بلاش الارنبيط الدنيا بتبقى انتفاخات والدنيا صعبه واحساس بالامتلاء وشعور متعب ومؤلم. خلاص كده اخر حاجه بقى هقولها في الطرق الطبيعيه جميله جدا، وتدعوا لي بقى بعديها، بس كلموني قولوا لي طبعا الناس اللي كلمتني عشان نعمل الجزئيه دي في الحلقه تكلمني عملوا ايه بعد ما هنقول على اخر وصفه او اخر حته بالظبط. حاجه اسمها القراسيا، القراسيا المرقوق الجاف. بنجيب ثلاثه قراسيا يتحطوا فيه كوباية مية دافية بعد ما اتغلت، وبعدين بنشيل منها البذر بعد ربع ساعة. البذر القراسية فيها بذر أصلا، ده برقوق، يعني برقوق أصلا بطبيعته قبل ما يبقى ناشف فيه بذر. هنشيل الكلام ده كله ونحط عليه معلقة زيت خروع، زيت خروع، معلقة زيت خروع كبيرة، والمكون ده مع المية مع زيت الخروع يتاخد لمدة 3 أيام الصبح وبالليل. وادعولي. دي كانت أول فقرة معايا في صباح الحياة. ندخل على الفقرة التانية اللي أنا يعني بصوا كده يعني بموت فيها أنا شخصيا، اسأل مع دكتور نورة. وهنتكلم النهاردة عن طريقة تفكير الرجل والمرأة والخلافات اللي بتنشأ واختلافات في وجهات النظر وليه المشكلة بتحدث والكلام ده كله. طيب خلينا نبدأ على طول وندخل في موضوعنا ونقول تفكير الرجل، كيف يفكر الرجل. الرجل عبارة عن تفكير صندوقي. يعني ايه الكلام ده؟ في صندوق فلوس، ها يطلع الصندوق يفكر ويدخل الصندوق تاني، وبعدين صندوق العيله، صندوق المشكله، ها صناديق. الست تبارك الله عنكبوتيه الحقيقه، تلاقيها بترضع وبترد على التليفون وبتطبخ وعينيها على جوزها، يعني تبقى في المطبخ وكده مش سايبه اي حاجه، تمام كده، تكلم مامتها وتحكي عن جارتها. الحقيقه الست شبكة إرسال وجهاز إرسال يستقبل ويرسل، تمام. فتفكير الست عرضي بتفكر بالعرض، الراجل لا، تفكير عمودي
منصب على فكرة أو موضوع معين، إذا الرجل أصلا بيبحث عن النتائج النهائية، منشط عريض، عناوين عريضة، الست لا تفاصيل وحصل ووصل ورحنا وجينا وحصل. طب ندي مثال بسرعة نوضح الدنيا واختلاف سوء التفاهم بيجي منين. اولا اختلاف التفاهم بين الزوجين بينشا من اول حاجه ان التاني مش فاهم تصرفات التاني، التصرفات دي نتجت ليه. فاول حاجه الخلاف بينهم بياتي من نتيجه الزعل من تصرفات الاطراف وبعضها. تاني حاجه عدم الفهم والادراك لطبيعه الفكر سواء رجل او امراه. طيب ندي مثال بسرعه على ارض الواقع، حضرتك اخذت المدام ورحت لصاحبك، دخلت البيت اول ما شفت صاحبك ازيك عامل ايه تعالى ها ايه اخبار الكوره اخبار ريال مدريد برشلونه اخبار السياسه ها، وتاكله وتقول له شكرا على الضيافه وتنطلق. هنا بقى ده تفكير الرجل باختصار، ده مثال بيوضح. طب تفكير المراه الزوجه اللي راحت مع الزوج وانت خارج معاها او حضرتك انت وهي وانتوا خارجين، تبتدي تقول لك انت ما شفتش الستاير لونها ايه، ما عرفتش ان بيتهم على مساحه كام متر، ما شفتش مهتم بمراته ازاي، ما شفتش اصلا كانوا بيبصوا لبعض ازاي، انت فاكر ان الطبيخ اللي هي عملته ده هي اللي عاملاه، لا دي شاريه من بره، وهكذا. والراجل انت تبقى قاعد ما انتش فاهم حاجه. هي الست تبارك الله تدخل على طول تاخد ايه، تعمل اسكان للمنطقه كلها من اول الالوان لحد المساحات لحد حصل ايه لحد مراته وحشه او حلوه، مراته بتبص لنا بصات مش كويسه، حاجات دي اصلا حضرتك ما بتبقاش واخد بالك منها. الاختلافات في التفكير بتعمل المشاكل. احنا كده خدنا صورة مصغرة عن طريقة التفكير للرجل وطريقة التفكير للمرأة. اذا الرجل لازم يركز في حاجة واحدة بس في نفس ذات اللحظة، الست لا، تمام؟ فده اللي بيعمل اختلافات. هندي مثال تاني، تبقى بتقرا الجورنال او بتتصفح حاجة وتيجي الست تقول لك انا بحكي بقالي ساعة معاك، وانت فعلا ما تبقى سامعها، وانت فعلا ما تبقى سامعها. احنا بنتكلم يا جماعة على الرجال، على الرجال مش الذكور، ها في فرق بين الاثنين. الرجل اللي فعلا مركز في حياته، حياته الشغل، حياته البيت، حياته الفلوس، انا معلش يا جماعه ثانيه واحده، معلش معانا مداخله اتفضل. تمام، عاودي الاتصال بينا ان شاء الله، احنا في انتظار حضرتك. طيب وبعدين ايه تاني المشاكل؟ الو اهلا بحضرتك، معلش معانا مداخله يا جماعه، اهلا بحضرتك اتفضل. اهلا اهلا استاذه ام نور اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحتي معلش، هي يمكن الفقره خلصت بسرعه وانا جيت فتحت في الاخر، كنت عايزه علاج للانسداد المزمن. حاضر يعني. طيب حاضر، معلش انا بستاذن حضرتك لان الفقره عدت، ممكن تكلميني بعد الحلقه هرد عليكي بالتفاصيل والله اكتر من الحلقه كمان. حاضر اهلا اهلا وسهلا بحضرتك وباتصالك. ندخل على طول في الجزئيه الثانيه اللي احنا بنتكلم معاها. طيب ايه اللي بيخلي الناس تمسك في بعض؟ فجاه الزوج مش طايق اللي عماله ترغي وهي كمان مش عاجبها انه ساكت. يا جماعه في حاجه، طب ايه بقى الفكره؟ الفكره كلها باختصار انه في لحظات الزعل كل ممكن يبقى الزوج والزوجه بيتلكك عشان يزعل من الثاني. ليه؟ ده بياخد هدنه او بيبعد، والست برضو عايزه تاخد هدنه فبتزعل، يعني ايه بيتلككوا. طب خلينا بس نقول حاجه تبع دراسه امريكيه، الازواج المتفاهمين المتقاربين يشبهون بعضهم البعض في الشكل وفي الطعام وطريقه الملبس. ده مش كلامي، ده كلام الدراسات الامريكيه. طيب لما يحصل تنافر بيحصل اختلاف في الشكل، تعرف ايه ان في مشكله؟ مش اختلاف في الشكل، اختلاف في الطباع كمان بيخلي الاطراف تنفر من بعض. طيب ايه الفكره؟ طيب الراجل بيجي لحظه الزعل او زعلان يقول سيبوني لوحدي وبيصمت، يبقى ده طريقه الزعل. طيب الميكانيزم اللي الراجل بيعمله هنا حاجه اسمها الارتداد، الاستك بالظبط اللي قدام حضراتكم ده، بيبعد تماما عشان يرجع يعني يبعد خالص، ياخد ركن كده يصمت، عايز يفكر ممكن في لا شيء، تمام، يقوم واخد بعضه كده ومنعزل تماما عن الاسره او الناس اللي قاعد معاهم عشان خاطر يرتد تاني يرجع لما يصفى الذهن تماما ويبطل صمت. ده حاجه اسمها الارتداد او زي ما احنا شفنا بالشكل ده. طيب يبقى الصمت عشان يخلي الراجل يرجع تاني لازم يشد نفسه كده بعيد وبعدين يرجع تاني عادي. الحل ايه بقى؟
قبل ما نقول الحل. الست تفكر في ايه؟ اكيد بيفكر في واحده تانية، اكيد في مشكله عنده، في مصيبه وهو مش عايز يقول لنا، اكيد متجوز عليا، اكيد. الست تقعد بقى سيناريوهات وهو اوريدي اصلا يكون اصلا ملوش علاقه باي حاجه، هو بس مجرد عايز يقعد ينعزل، عنده مشاكل في الشغل ومش عايز يبلغنا. الست سيناريوهات 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 طول الوقت. وفي ستات بتصل لهذه المرحله والراجل بيزهق يقول لك خلاص انا طقت منك، وهي تيجي بتزن عليه، لازم تقولي في ايه يا ست الكل هو كده. ده طبيعي على فكره في الراجل، ده طبيعي جدا، تفكير صندوقي خلاص ما عندوش حاجه دلوقتي يعملها او يقولها او بينسحب عشان خاطر يرجع تاني بكامل قوته. طيب الحل ايه؟ يتساب زي ما هو كده، يتساب زي ما هو، عايز يصمت لحد ما ياخد الفتره بتاعته ويرجع تاني، بيرجع زي الاستك بالظبط، ما نقعدش بقى نزن. ها ادخل يا ولد يا محمد ولا يا احمد، قول لي بابا مالك في ايه؟ الست بتفضل برده ايه؟ ها؟ يبقى اكيد متجوز عليا. تبتدي ممكن من نقطه مفيش خلاف اصلا، تدخل في دماغ زوجها الفكره، يكون هو مش بيفكر وتيجي بقى تزن وتتهم وهكذا، انت بتسكت عشان انت بتفكر في واحده تانية وهكذا. يبقى اول حاجه لو مشكله الرجل وانسحب وصمت، في صمت عنده كده، ده الصمت عادي، ده بيحصل يعني عادي، ده عادي لاي راجل، خلاص بيرجع تاني بحالته الطبيعيه. طيب الست بقى لما تزعل بتزعل ليه؟ الست الست اصلا كائن عاطفي يفكر بالناحيه اليمنى، الناحيه اليمنى الفصل الايمن من العقل هو ناحيه العواطف والمشاعر، والرجل يفكر بالفصل الايسر وهو التحليل المنطقي لكل شيء والمواقف والاشخاص والحسابات وكل ده. الست لا، مخلوق عاطفي. طيب عندنا ايه الفكره دي؟ غير مستقر عاطفيا، الرجل اكثر استقرارا يعني من الناحيه العاطفيه عن المراه، دي حقيقه علميه مهما قلنا. طيب هي ليه مش مستقره؟ نتيجة اختلاف الهرمونات، مثلا الدورة الشهرية أو الحمل والولادة، هي ربنا خالقها كده يا جماعة. طيب احنا برضو هندي الحلول والمشاكل. طيب الست لما بتزعل بتزعل على شكل ايه؟ موجات. موجات تصاعدات وهبوط وصعود وهبوط وتطلع تطلع الطلعة دي في حالة هي اصلا عاطفية، المفروض التعامل يكون معها ازاي عشان الناس ما تخربش بيتها. الرجل العاقل الشجاع الواثق من نفسه هو من يغلس ويتغافل، سيد قومه المتغافل. يعني ايه؟ تزعق وهو ماسك البتاعة دي، اي حاجة في ايده بيقرا وبتاعها، خلصتي تمام تمام خلاص عايزة حاجة كده هو ايه؟ انما لو فضل، خلي بالك انت قلتي خلي بالك اهو، وفي رجاله بتقوم تضرب مراتها، هي مش عارفه الحاجات اللي بتمر بيها لان الست كائن عاطفي. فطبعا بتبتدي الامور، انت ست مصدر للنكد، هي مش للنكد، هي كل اللي بتقوله لا تعني. هندي مثال من حياه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم، الموقف الخلاف اللي حصل بينه وبين السيده عائشه، وقال لها فيما معناه يعني ترتضي بعمر ابن الخطاب حكما بيننا؟ قالت له لا لا ارتضي به ابدا انه غليظ. الحكم هنا صدر منين؟ من المشاعر، لان هي عاطفيه. طيب قال لها طب ترتضينا بابيكي؟ جاب سيدنا ابو بكر. معانا مداخله، انا اسفه، اتفضلي، اهلا بحضرتك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. عايز اسال حضرتك بس سؤال، يعني الست بتعمل كل حاجه في البيت، يعني كل حاجه، يعني شايفه نفسها من شعر كل حاجه يعني. طيب هو لو شايف سكه ثانيه تعمل ايه؟ انا هجاوب حضرتك على السؤال ده، هجاوبك في سطر ونص دلوقتي، تشوف ايه نقاط. انا ميرسي قوي على اتصالك، هجاوبك في ثانيه واحده. الست اللي شايفه ان الراجل بيبص بره لازم تعرف ان الخطا مش خطاها، ده خطا الرجل، مهما عملت ومهما سوت هو عايز خلاص. ما يعني ماشي، انا مش بقول حاجه، بس بنبحث سوا. انا الحلقه اللي فاتت كانت بالكامل عن الخيانه الزوجيه، وقلت فيها الاسباب. يا ريت حضرتك لو ترجعي للحلقه اللي فاتت، بس قبل ما ترجعي لها انا هجاوبك. المشكله مش في حضرتك، المشكله مش في شكلك ولا في لون شعرك ولا لا، ده المشكله في سيكولوجيه الرجل. الرجل يعني مش هقول ربنا خلاه يعني او احلله التعدد، او مش هتكلم في ده عشان في ستات كتير، محدش هيشتم يا جماعه، اي ست هتشتم انا شايفاها لا، الفكره كلها انا مش بحلل حاجه او بحرم، ولكن الحلول اللي موجوده ان زوجك هياخد سايكل او دوره معينه وهيرجع لك تاني. فكره الارتداد اللي احنا زي ما ادينا مثال من شويه الاستك ده،
يعني ايه العيب مش فيك، اعملي كل اللي انت شايفاه ممكن يظبط العلاقه، بس احنا انا سمعت من حضرتك، انا ما سمعتش من اطراف اخرى، مش بقول ان حضرتك غلطانه او مش غلطانه، ولكن اكيد في امور تانية هتقولي لي انا مش مقصره وعامله كل اللي عليا، يبقى المشكله في الزوج مش فيكي، مشكله في يعني في حضرتك. ابدا ما تشكيش انت في نفسك، ابدا ما تشكيش في نفسك، انت عامله اللي عليكي وربنا ان شاء الله يجيبولك بالسلامه تاني، بس إيه ما تزنيش عليه، ما تقولولوش. ممكن تكوني حضرتك دخلتي فكره الزواج في دماغه من غير ما تقصدي، جبتي له سيره، فتحتي له باب، حطيتي له صندوق من الصناديق اللي بيفكر بيها اللي لسه متكلمين عليها، الزواج من اخرى، فابتدى يفتح الصندوق. فلا، احنا بنهدى كده وما نجيبش سيره اي حاجه، الامور بسيطه جدا. ولكن حضرتك لو عارفه الست دي، انا في مداخلات المره اللي فاتت جت، وانا هحكي دلوقتي عن هجاوب على الاسئله دي، بس حابه بسرعه اجاوب حضرتك انه المشكله مش فيكي، المشكله في زوجك. خلاص، طيب نكمل تاني. طيب علاج الست اللي مليانه يعني لسه، معلش هنرجع تاني للحديث. طبعا لما جاب سيدنا ابو بكر وقال لها تتكلمين او اتكلم انا فيما معناه، يعني قالت له تكلم انت ولا تتكلم الا الحق، راح سيدنا ابو بكر ضربها بالقلم. ساعه ما مشاعرها والعاطفه بتاعتها نسيت ان ده رسول الله، مش نسيت، استغفر الله، اقصد الفكره كلها ان اتعاملت معاه على حسب الموقف اللي هي حاسه بيه عاطفيا، مش يعني متخيلين الفكره. لا تتكلم الا الحق، وسيدنا محمد هيتكلم غير الحق. ولكن سيدنا ابو بكر لما ضربها بالقلم واستخبت في ظهر سيدنا ابو بكر لما ضربها بالقلم واستخبت في ظهر سيدنا محمد عشان تحتمي بيه، وقتها بس، وقتها بس ادركت ان هي في خطا. اذا الست عاطفيه حتى من ايام الصحابه ومن ايام السيره النبويه، الست هي طبيعه واحده ربنا خلقها عشان تتعامل. طيب عايز اسال حضراتكم سؤال مهم جدا قبل ما نقول هيتعامل ازاي معاها الزوج في التغافل ازاي وازاي استوعبها. قبل ما نتعامل مع الحته دي، من هو اصغر الابناء للمراه بعد الزواج؟ اصغر الابناء ليس الطفل الاخير او الطفله الاخيره، انما الزوج. الزوج لو كل ست عرفت كده هتعرف تتعامل مع الزوج. يعني ايه الكلام ده؟ لا احنا مش بنقلل وبنقول اصغر طفل عشان ما تفهمش غلط، ولكن المعامله بتاعت اخر العنقود دي معامله الزوج. اخر طفل هتتخيلي، بصي ما يبقاش رقم اتنين، يبقى طفل اساسي، يبقى اساسي معاكي. احنا مش بنقول للرجل طفل، ولكن بقول لك المعامله اللي تتعاملي بيها. شغالي بقى نصك اليمين العاطفي ها ولا ايه؟ مش فجاه الجفاء بين الزوجين وحصل مشاكل وفجاه هنرجع نص او هنشتغل بالفص الايمن تاني من اول وجديد، مفيش مشكله، ولكن احنا ما بنديش مساحه قوي للزعل عشان ما تحصلش المشاكل. طيب يتعامل الزوج ازاي مع هذه المراه العصبيه ذات عنفوان، عصبيه بقى وعماله ويفي ها الغضب بتاعها امواج امواج، يعني هيعمل ايه الزوج؟ يعني كلام مع الزوجه. هتقول لي يعني في زوج ما اتكلم ايه؟ طب معلش يا جماعه، احنا مش بنقول الزوج عايز استقرار والناس تسيب له مكان وتسيب له مساحته، الست كمان عايزه اللي يتكلم معاها ويهديها. ليه بقى؟ ليه؟ عشان معظم الستات، اغلب النساء ثرثارات، يتكلمون كثيرا. طيب لما جم عملوا احصائيه قال لك الراجل يتحدث كام كلمه في اليوم؟ قال لك 7000 كلمه. المراه تبارك الله دراسة بريطانية بتقول 14000 كلمة، في دراسة أمريكية قالت لا 21000 كلمة يوميا. يا جماعة إذا التعامل مع المرأة في حالة الغضب بالكلام معاها ونسمعها، قبليها نتغافل، يبقى التغافل والغلاسة أنك كأنك ما سمعتش اللي قالته لأنه لا تعني ماذا قالت، وديت مثال للسيرة النبوية من شوية. تاني حاجة طبعا الاستيعاب والكلام معاها. طيب كلمنا معاها وكله تمام، دي مشكلة المرأة حليناها، مشكلة الرجل يتساب لوحده في استقرار وهدوء وصمت وهو هيرجع لوحده. طيب ناخد بسرعة الأسئلة من الفقرة اللي فاتت، وكمان عشان نشكل مع بعض الحلقة الجاية. في ست اتكلمت عن الخيانة الزوجية وقالت عرفت ان زوجي بيعرف واحدة تانية وعرفت شغلها، هتنصحيني اروح ابهدلها في شغلها ولا، باختصار يعني الكلام كده، ولا تنصحيني بإيه؟ انا رأيي في حاجة، زوجك طالما بص بره المشكلة مش في الست اللي هتروحي لها في شغلها، حتى لو روحتي في ست تانية هتظهر. ليه؟ خلاص بقى عنده المبدأ ده، المبدأ ده معاه، واخدة بالك؟ فخلاص يعني الست دي راحت في ست هتيجي تاني، فرأيي انك تهدي
والمشكله مش فيكي، وتعملي اللي عليكي وتشوفي ايه الخلل في العلاقات. خلاص كده. طيب دلوقتي في سؤال تاني. في بنت متقدم لها واحد بتقول لي انا اشك ان الشخصيه دي نرجسيه او الراجل ده نرجسي، بس مش عارفه اخد قرار. وعرفت الكلام ده منين؟ قالت لي انا كنت متابعه معاكي برنامجك الاول اللي هو برنامج في برنامج ليا كان الاول اسمه بكره ليكم مع دكتور نوره على احد القنوات قبل البرنامج ده، فكانت تابعت قوي، اتكلمت باستفاضه عن الشخصيه النرجسيه، اخذنا يمكن حلقتين ثلاثه عشان توضيح شخصيات النرجسيه وعلاقتها بينا. عينيا الحلقه الجايه يعني هتبقى ورقه وقلم واكتبي معايا يا ست الكل على طول، هقول لحضرتك تعرفي ازاي اذا كان الراجل ده نرجسي او لا. طيب سمعت كلام امي فبيتي اتخرب. طيب لا لا ده المواضيع كبيره قوي. ازاي اتعامل مع زوجي البخيل؟ ده كل ده عايز حلقات لوحده. طيب خطيبي لما بيختلف معايا، خطيبي لما بيختلف معايا، السؤال اللي بعد كده بيقعد بالشهر والشهرين ما يكلمنيش، الزواج من هذا الشخص نسبة نجاحه 18%، يعني من وسط 100 18% نجاح العلاقة الزوجية مع هذا الرجل بعد الزواج. فرأيي تفكري تاني طالما لسه خطيبك الدنيا بسيطة، يعني بحاول ابعت له رسائل ومش بيرد. خلاص تمام. كيف اتعامل مع حماتي القاسية التي تحب ان تتحكم فيا ومش بتحبني؟ يا جماعة ده كلام كبير جدا، ان شاء الله هنغطي كل المواضيع دي على الحلقات الجاية. ده بخصوص فقرة اسأل مع دكتور نورة. طيب فقرة صحتنا في معلومة، في ناس عايزين يعرفوا علاج الارق والتعب عدم النوم، يعني شخص دايما قلقان بالليل ما بيعرفش ينام. اوكي هنتكلم عن ده، وهنتكلم في كمان ناس بتقول لي ازاي اتعامل مع البواسير. ايه يا جماعه من الارق للبواسير فجاه، يعني ايه يا جماعه في راو مشاعري شويه يعني. حاضر عينيا ان شاء الله هنتعامل مع البواسير بطريقه طبيعيه في الحلقات القادمه، مع كمان الارق، واشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه في نفس الميعاد يوم السبت القادم على قناة الصحة والجمال. فإلى اللقاء.